بالنسبة لقوله تعالى الذين يلون من النساء، ها؟ الإيلة الذين يلون من النساء أين؟ يعني إذا وضع الزوجة عند أهلها، إذا تعبت يضعها عند أهلها 14 إيش؟ يعني معنى الآية يؤدبها من يضعها عند أهلها 14. لا لا لا، معنى الآية أن الذين يؤتون من نسائهم أن الرجل إذا حلف أن لا يتزوج أن لا يطع امرأته يعطى مهلها 14، فإما أن يطع وإما أن يطلق. لكن لو يريد أن يؤدبها يا شيخ ويضعها، ما يؤدبها بهذا، ما يؤدبها ب14، يعني تعب مشكلته، له أن يؤدبها بشهر مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل يأتم في 3 شهور؟ ما دام تأديبا فلا بأس، لكن 14 فما يفوق لا.